ايه اللي بيحصل في مدينتي؟ حادث مدينتي اللي هز الناس كلها، لانه كان حادث مروع. والموضوع بدا لما طبيب مصري وزوجته الصيدلانيه المصريه كانوا عايشين في دوله من دول الخليج، وقرروا بعد شقه وتعب وشغل السنين يشتروا بيت في مدينتي، وقرروا كمان يقضوا العيد في البيت. وخرج ابنهم يلعب بالسكوتر زيه زي اي طفل عادي، وخدش العربيه بتاع واحد من الجيران زيه زي اي طفل عادي برضه. والاب بكل ذوق وشياكه راح لصاحب العربيه واعتذر له وقال له معلش الطفل ما كانش يقصد، واحنا ممكن نتكفل بكل الاصلاحات اللي هتحتاجها العربيه. ولكن الراجل صار وهاج وعلى صوته وبدا يتطاول عليهم، وده اللي خلاهم يسيبوه ويمشوا. ولكن صاحب العربيه ما سكتش، ركب عربيته ومشي وراهم وبدا يجري وراهم بالعربيه، يروح يمين يروح يمين، يروح شمال يروح شمال. الاب حاول يتدارى في فيلا من الفلل، ولكن الام المسكينه اللي وقعت على الارض ما كانتش لاقيه اي مأوى. وصاحب العربيه بكل عنطزه ركب عربيته ودهس الست واولادها. الست توفت واولادها عندهم جروح وكسور، ولكن الاب نجا. وفي النهايه اكتشفوا ان صاحب العربيه طبيب نقيب بالقوات المسلحه، ولكن اتقبض عليه، والنيابه العسكريه بدات التحقيق معاه، وكمان وجهوا له اتهامات بالقتل العام لحد ما يتعرض على المحاكمه العسكريه. وبعد ما اصبح الموضوع قضيه راي عام، الناس دلوقتي كل تخوفها ان المتهم يثبتوا انه مريض نفسي ويتعافى من التهمه، ولكن التهمه واضحه زي الشمس ومتسجله كمان بالكاميرات، فما فيش مفر منها. ومهما حاول يبرر فما فيش اي مبرر للحادثه دي، وده كمان هيعرفك ان انت في اي مكان وفي اي زمان ممكن يحصل لك موقف من المواقف دي. والحقيقه ان انت في اي مكان هتلاقي الحلو والوحش، تلاقي الراقي والغير راقي، وادي قدامك الحادثه اللي حصلت دي حصلت في مدينتي مش في امبابه.